النهارده 17 نوفمبر. 17 نوفمبر هو يوم من الايام الجميله جدا جدا في حياه المصريين وفي حياه الاهلاويه. في حياه المصريين لانه في 17 نوفمبر 1990 وصول منتخبنا الوطني المصري الاول بقياده النجم الكبير كابتن حسام حسن، والنجم الكبير كابتن احمد شوبير، والنجم الكبير كابتن ابراهيم حسن، والنجم الكبير كابتن احمد الكاس، ومجموعه كابتن اسماعيل يوسف وكابتن هاني رمزي وكابتن احمد رمزي وكابتن ربيع ياسين وكابتن مجدي عبد الغني وكباتن الكبار كله، كابتن جمال عبد الحميد كل وكابتن مجدي طلبه، كل الكباتن الكبار اللي كانوا موجودين. قد ايه اسعدوا الشعب المصري، وقد ايه كان مصر في ذلك الوقت كانت سعيده جدا 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 بسبب وصولنا لتاني مره في حياتنا. وفي ايطاليا برضو 1990 لكاس العالم زي ما قلت لحضراتكم مع الراحل الله يرحمه واحد من المديرين الفنيين الكبار جدا جدا الكابتن محمود الجوهري، توفاه الله، ولكن تظل دائما ذكراه عطره في قلوب كل المصريين. خدنا بوركينا فاسو برضو في 98، وكانت من البطولات الصعبه جدا للكل شكك في المنتخب المصري مع الراحل الكبير كابتن محمود الجوهري، ولكن 17 نوفمبر 1990 هو لحظه وصول منتخبنا الوطني الى كاس العالم. ايطاليا 1990 كانت من اللحظات الجميله جدا جدا، ده بمناسبه مباراه مصر بكره ان شاء الله.